الخبر بيقول الصحة 60% من حالات سرطان الثدي المكتشفة مبكراً لا تحتاج لعلاج كيميائي. أكدت وزارة الصحة والسكان أن 60% من حالات سرطان الثدي المكتشفة مبكراً ما بتحتاجش علاج كيميائي. وأكدت الوزارة أن الوحدات الصحية الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة متواجدة في كل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج عن سرطان الثدي بالمجان يومياً من السبت للخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 مساء. تاني خبر معنا بيقول منها التدخين والسمنة عوامل تعرض الشباب للإصابة بالجلطات. معدل إصابة الشباب بالجلطات الدموية للأسف ارتفع بشكل كبير جدا وشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وفي عوامل بتزيد من فرص إصابة الشباب بالجلطات الدموية زي إصابتهم بأمراض الدم أو زي الجينات الوراثية من الأهل أو زي كمان إهمال مرض علاج مرض السكر وكمان التدخين وكمان السمنة المفرطة وأخيرا عدم ممارسة التمارين الرياضية. وعشان نعرف مع بعض أكتر عن الخبر ده أو عن الموضوع ده معانا هاتفين الأستاذ الدكتور صالح نافع استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية وأستاذ معهد القلب القومي. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. خلينا يا دكتور نتكلم كده باختصار شديد ونقول أن في الفترة الأخيرة بقينا بنشوف أن معدل الإصابة للجلطات في الشباب بقى بصورة كبيرة جدا، هل المشاكل أو هل الأسباب اللي احنا قلناها دلوقتي دي هي فعلا الأسباب الرئيسية ولا ممكن يكون في حاجة تانية؟ ولو هي دي الأسباب إزاي الشباب تتجنب الإصابة بالجلطات دي بحاجات بسيطة؟ يعني الحقيقة الأسباب اللي حضرتك تفضلتي وذكرتيها هي دي الأسباب اللي بتؤدي إلى الجلطات بالنسبة للكبار وللصغيرين. يعني كلمة صغيرين في هذا المجال اللي بنقوله على الجلطة هي على عادة جلطات القلب تبدأ تحصل بعد سن 45 سنة. لما تحصل قبل كده بنعتبر ده سن صغير. العوامل اللي حضرتك ذكرتيها هي موجودة برضو للصغيرين اللي هي العوامل المعروفة السكر والضغط والسجاير والتدخين وعدم الرياضة والسمنة والحاجات دي، بس بتكون يعني بدأت التغير اللي حصل في السنين اللي فاتت انها بدأت تبقى موجودة في سن أصغر وزادت. يعني مع زيادة نسبة التدخين بين الشباب دي يمكن ده أحد العوامل الهامة جداً ان هو زود نسبه الاصابه في السن الصغير. ممكن نلاقي حد دلوقتي ما كناش نسمع زمان كتير عن حد سنه كذا و20 او كذا و30 ويجي له جلطه في القلب. دلوقتي بقى بيحصل كتير وفي الرعايات المركزه بنلاقي كتير جدا شباب. ده سبب السكر والضغط والحاجات دي بقت بتيجي في سن اصغر. تمام. كل طيب. دول مجموعه ازاي يا دكتور سريعا نقي ان احنا يحصل لنا جلطات في سن صغير؟ يعني اولا في بعض الحاجات يعني انا كنت هكمل اقول بس ان هو يعني باختصار في عوامل اخرى خاصه بالصغيرين اكتر بقى اللي هي ايه دكتور؟ اللي هي مثلا استعمال بعض المخدرات. المخدرات يعني الكوكايين بالذات معروف جدا ان هو بيسبب جلطات حاده في الشرايين التاجيه للقلب. ودي حاجه طبعا سهل ان احنا نبتعد عنها. تمام. الحاجه الثانيه التدخين. اذا بطلنا تدخين طبعا بيقلل الى حد كبير. ممارسه الرياضه بدرجه معقوله او حتى المشي حتى لو ما كانش رياضه دي ابسط حاجه. يعني ابسط حاجه السمنه برضو تجنب السمنه. وبعدين بقى الكشف الدوري اذا كان عندنا شويه ضغط عالي يتعالج او كوليسترول يتعالج او سكر يتعالج ده بيقلل الى حد كبير الموضوع جدا. طبعا دكتور بالضبط. للاسف يعني انا وقت مداخلتي خلص. انا يعني بتاسف لحضرتك جدا ولكن يعني اتمنى ان حضرتك تشرفنا في يوم ونتكلم باستفاضه اكتر عن الموضوع. شكرا جدا دكتور صالح نافع. خلونا ناخد مع بعض ثالث خبر معانا بيقول اطعمه عليك تجنبها عند الشعور بالم المعده منها منتجات الألبان. في بعض الأكلات الخفيفة اللي بتساعد على التخلص من ألم المعدة زي الشوربة الدافية، لكن في بعض الأكلات اللي لازم نتجنبها فورا لما نحس بأي ألم في المعدة زي إيه؟ زي منتجات الألبان بكل أنواعها، وده لأن بيصعب على المعدة هضمها. المقلي وانت يعني وده لانه هو بيزود الضغط على المعدة بفعل الزيوت والدهون الموجودة فيها، وكمان الاكلات الحراقة وكمان الفاكهة والخضار وده لانها بتحتاج وقت طويل في الهضم فبالتالي بتزود العبء على المعدة. خلونا ناخد رابع خبر معنا بيقول البصل والكرفس خضروات لا غنى عنها في طبق السلطة للتخلص من الكرش. بالتالي ده يعني خبر مهم جدا لناس كتير قوي مننا. السلطة من الأطباق الأساسية الموجودة في جميع أنظمة الدايت النهاردة، وده عشان بتحتوي على كتير من العناصر الغذائية اللي بتساعد على فقدان الوزن،
لكن في بعض الخضروات اللي لو ضفناها لطبق السلطة هتنزل منطقة الكرش في أسرع وقت، وهي الفلفل الأخضر أو البصل، وكمان الخيار والطماطم والخضروات الورقية زي الشبت والبقدونس والجرجير وكمان الجزر والكرفس. وده لأن كلهم غنيين بالعناصر الغذائية اللي بترفع من معدل الحرق في الجسم وبتقلل كمان الشهية، ودي حاجة مهمة جدا جدا تقليل الشهية ده. وعشان كمان نعرف أكتر عن الخبر معانا على التليفون دكتورة ميسة عبد الحكيم استشاري التغذية. أهلا بحضرتك يا دكتور. يا أهلا وسهلا بيكي وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. خلينا دكتور نتكلم عن النظام المتوسطي لحماية الدماغ والحماية من الزهايمر. يعني إيه؟ يعني ممكن تكون الكلمة مكلكعة شوية على المشاهدين، ولكن حضرتك فسريها لنا كده ببساطة. بالنسبة اللي هو اللي بتقولي عليه دلوقتي اللي هو الزهايمر أو اللي هو فقدان الذاكرة. في دراسات دلوقتي بتتعمل كتير جدا على ان الواحد ممكن يعني يتفادى الاصابه بفقدان الذاكره ان هو يدخل دايما زيت الزيتون في الاكل بتاعه. طبعا الدراسات دي اثبتت ان زيت الزيتون بيبقى غالي ومحتفظ بالفيتامينات الطبيعيه بتاعته، فبيساعدني على تفادي الاصابه بفقدان الذاكره، وبيساهم كمان في تحسين الحالات اللي هي اصلا كمان مصابه بمرض الزهايمر. تمام. عشان بيحتوي على دهون صحيه اللي هي بنسميها الدهون اللي هي الغير مشبعه. حلو قوي. وممكن كمان برضو نلاقيها في الاسماك زي السردين والرنجه والسلمون. فالدهون اللي هي اللي موجوده في المنتجات دي بتبقى بتقلل الالتهابات، بتقلل الكوليسترول، بتقلل الدهون الضاره، بترفع لي من الدهون النافعه، فبالتالي بتقلل لي قوي الاصابه بمرض اللي هو ارتفاع ضغط الدم وامراض القلب. طيب دكتور، الخضروات اللي احنا قلنا عنها دلوقتي دي، هل فعلا وجودها في طبق السلطه بينزل فعلا معانا منطقه الكرش؟ لان طبعا المنطقه دي هي ممكن تكون عامله يعني ازمه لنص الشعب يعني. طبعا كلامك مظبوط جدا. احنا معروف ان طبق السلطه الخضراء دوت من العادات الصحيه اليوميه، وبننصح بيها اي حد بيعمل دايت او بيمشي نظام ان هو يعمل ايه طبق السلطه ده، بيبقى اساسي عنده في الاكل بتاعه او في النظام بتاعه. ليه؟ لان السلطه دي سعراتها الحراريه قليله جدا، غنيه جدا بالفيتامينات، غنيه جدا بالالياف، بتديني احساس بالشبع، فبيساعدني دايما على نزول الوزن. متهيألي يا دكتور يعني طبعا اهم حاجه هي احساس الشبع. وانا بعتذر لحضرتك جدا لان وقت المداخله خلص معانا، يعني متاسفه جدا لحضرتك دكتور ميسة عبد الحكيم استشاري التغذيه. يعني وضحتي معانا الخبر ولكن كنا محتاجين وقت اكتر، بس ان شاء الله نكمله في فقرات تانية. خلصت فقره اخبارنا النهارده، هنطلع مع بعض فاصل.